حياكم الله مشاهدينا من جديد. لأن الإرادة القوية هي الفاصل بين كل نجاح وفشل، ولأن كل إنسان مسؤول عن نتائج أفعاله من خلال سلوكه وممارساته اليومية، حبينا نسلط الضوء على إحدى ممثلي هالإرادة عمليا، وهي الأستاذة فاطمة الزهراني، أخصائية تقويم التعليم العام بالرياض والمصابة بالتصلب اللويحي، وأيضا رئيسة مجموعة أرفا للتصلب المتعدد. يسعد مساك استاذة. حياك الله. أهلا وسهلا. نورتينا. الله يسلمك. أول شيء يعني أطلقوا عليك ما شاء الله صاحبة الإرادة في عملك، إيش السبب هذا اللقب؟ والله يعني أنا لأني مريت في بداية مرضي تقريبا من قبل 12 سنة بأزمة كبيرة، يعني كنت عندي عجز كبير في حركتي، وكنت في ذيك الأيام يعني أشتغل في وزارة التربية والتعليم في تطوير المناهج كمؤلفة مناهج، فجاتني الأزمة هذه المرضية في عز العمل. بالرغم من ذلك تحديت نفسي، وصحيح أنها طولت بس الحمد لله يعني قدرت أتجاوز الأزمة هذه. وحقيقة بهذه المناسبة أنا أحب أذكر شخصية يعني كان لها دور كبير معي في هذا الموضوع، الدكتورة سارة السدحان، هي كانت رئيستنا في ذيك الأيام. بالرغم أنه كان عندي يعني مشاكل في التركيز في التشويش، إلا أنها أصرت أن احنا إلا أني أستمر في المشروع، واستمريت الحمد لله في المشروع إلى أن انتهى الحمد لله. أكيد نشكرها احنا بعد أيضا. أيوة من برنامج سيدتي. أيوة يعني لدعمها لك. أيوة. طيب أستاذة فاطمة، إيش هو مفهوم الإرادة والإصرار بالنسبة لفاطمة نفسها؟ والله شوفي، يعني أنا كمريضة تصلب متعدد يعني جيت هذا اللقاء عشان أوصل رسالة لكل مريض تصلب ولكل شخص عادي، يعني أنه المرض ما يعتبر وقوف، بالعكس هو تحدي بالنسبة لنا نحن نتعرف على أنفسنا أكثر. يعني أنا بالنسبة لي لما جاني التصلب المتعدد تغيرت حياتي 180 درجة، مو للأسوأ، بالعكس للأفضل. عرفت قدراتي وعرفت إمكانياتي وعرفت كيف أقدر أتعايش مع هذا المرض بسلام. أوقات المرض يعني يكون نقطة بداية للشخص. يعني هو نقطة تحول، أنا أسميه هذا المرض يعتبر نقطة تحول، والإرادة أساساً بالنسبة لنا هي نقطة تحول. يعني عشان كذا أنا أقول لكل مريض MS أو كل شخص عادي إنه لما تجيك أزمات في حياتك لا تخليها عائق، بالعكس خليها يعني سبب في تحول عندك في حياتك للأحسن والأفضل، ويكون لك بصمة. وأنا حقيقة يعني تنقلت في أشياء كثيرة مع مرضي هذا، تنقلت يعني كنت في مشروع تطوير المناهج، بعدين في مشروع دمج التقنية في التعليم، بعدين صرت مشرفة على في مدرسة، مديرة مدرسة نظام مقررات، وكنت مدرسة خبيرة على مستوى المملكة. ما وقف التحدي عندي، بالعكس استمريت إلى أن دخلت برنامج جديد اسمه التقويم التعليم، وصرت أخصائية وصار عندي رخصة لتقويم المدارس، يعني والحمد لله أنا جدا مبسوطة على نفسي. هذه هي العزيمة والأمل والإصرار. جاني خبر أنك في فترة من الفترات كنت تمشين على عكاز تقريبا في العمل، كيف واجهتي الناس؟ كيف واجهتي مثلا نظرات العطف أوقات من بعض الناس كفاطمة يعني؟ طبعا ذكرتيني، كان يعني في قبل تقريبا 12 سنة لما كنت أحتاج أني أخذ راحة، فروحت مكان عند رئيسة مباشرة لي، كنت ماشية على عكاز، وطلبت منها أنها تعطيني إجازة، فقالت لي ما حقدر أعطيك إجازة، طيب أبغى أحول إلى مكان ثاني، قالت لي ما أقدر، إذا أنه الناس سمحت أنك تحولي أنا بحولك. كانت نظرتها نظرة يعني أنا بقول لك الإنسان اللي ميمشي على عكاز حيصادف ناس يا إنهم يشفقوا عليه وحرام ومسكين، أو إنه يستهزئوا أو يسخروا فيه حقيقة. وإحنا صادفنا، أنا صادفني هذا الشيء بعض الأحيان، لما يعني أكون إنسانة ماشية طبيعية في المكان في مكان ما، وفجأة ما أقدر أمشي، أضطر إني أمشي عكازة، فأجي تجيني تعليقات، هذه كانت تمشي قاعدة تدلع، قاعدة تبالغ، قاعدة، فهذا يعني أنا العكاز، أنا ترى قبل فترة تقريبا قبل 3 شهور كنت ماسكة عكاز وقعدت فيها شهرين، بس أنا بالنسبة لي لو أمسك العكاز هو راحة لي أنا، هي رسالة لجسمي عشان أرتاح شهرين وبعدين أستعيد مرة ثانية صحتي.
العكاس هو نقطة قوة بالنسبة لي. أكيد طبعا، يعني بغض النظر عن الناس المحبطة والمثبطة اللي دائما نشوفها في حياتنا اليومية المفروض ما نلتفت لها طبعا أستاذة فاطمة. شوفي رنا، يعني إحنا مشكلتنا إحنا مرضى الأم آس إنه لما تشوفيني ذحين أنا كشخص طبيعي ما فيني ولا شيء، بس بعد فترة يعني سبب ما موقف ما تلاقيني ما أقدر أمشي أو ما أقدر أو ما ممكن أكون أعاني في نفس الوقت. يعني أنا الحين اليوم أنا شوية تعبانة، فما حد يحس فيه هذا الشيء. تعبناكي معنا بعد وجيتي، يعني يكفي أنك جيتي وتعنيتي، هذه دليل على أنك تبين توصلين رسالة للمشاهدين. طبعا طبعا أبغى أوصل رسالة لمرضى الأم أس، ولأن إحنا مرضنا مرض شباب، يعني أغلب المصابين عندنا شباب، بنات وأولاد في 22 و 23 و 24. أنا بقول لهم إنه هذا المرض ما حيوقفك، بالعكس انت من خلاله حتتعرف على نفسك وحتتعرف على نفسك وتحدي نفسك وتصير منتجه في يوم من الايام. واحنا نبغى كذا، ما نبغى هذا المرض انه يعيقنا حقيقه. وبالمناسبه يعني هذه اني انا ابغى اوصل ثلاث رسائل اذا ممكن. يعني اكيد طبعا، اي رساله للمريض انه هذا المرض يعتبر نقطه تحول بالنسبه لك، تحدى نفسك وتجاوز كل الازمات، ريح شوي ولكن مرة ثانية اشحن البطارية، ولكن مرة ثانية ارجع واستعيد نشاطك. رسالة للأهل والناس اللي حوالينا، نحتاج وقت الأزمة إنهم يقدرون وضعنا ويعطونا بس فترة راحة، يعني ممكن تاخذ من يوم إلى يومين إلى ثلاثة أيام لين نرجع مرة ثانية الناس طبيعيين. ورسالة الأهم اللي هي للمجتمع، المجتمع احنا يا مجتمع لسنا عاجزين. يعني انا عجبني في 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 بلد في كندا انهم يستقطبون مرضى الام اس لشركات كبيره. احنا كمرضى ام اس ترى قادرين على ان احنا نسوي شيء، بس نحتاج منكم تتوعون بمرضنا، خاصه القطاع الخاص. القطاع الخاص يعني مرضانا يعانون في القطاع الخاص. ليه؟ لانهم مو فاهمين ايش طبيعه هذا المرض، مع انه هذا الشخص ترى منتج وممكن يسوي عن 100 شخص، بس انه يحتاج بدا يعني لما يداوم من الساعه 7 للساعه 5 يحتاج كل 3 ساعات راحه نص ساعه عشان يشحن بطاريته ويرجع مره ثانيه الاداء. طب أستاذة فاطمة، يعني كيف قدرتي تتأقلمين مع هذا المرض وأيضا مع عملك، إنك كيف قدرت تفصلين بين الاثنين؟ شوفي، يعني هذا السؤال مرة مهم. دائما التحدي لازم يكون فيه، سبحان الله، في ناس حوالينك يدعمونك. أنا من الناس اللي دعموني هم أهلي وبيتي وعائلتي، هذول كلهم كانوا يعني يساندوني بشكل مو طبيعي، خاصة وقت أزماتي. أنا كنت أسوي شغلة مرة مهمة في أي مكان أروح له، حتى لو كان ما حد يعرفني، دائما أقول أنا مريضة أم أس، ومرض الأم أس هو كذا 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 كذا، وأعرفهم بأعراضه وأعرفهم، وأنا أحتاج مساعدة في كذا وأحتاج في مساعدة في كذا. فكانوا الناس ما يتعاطفون معي، بالعكس إنهم كانوا يساندوني في الموضوع هذا. الشيء الثاني إصرار. أنا يعني لن أقبل يعني على نفسي إني أكون عاجزة، حتى لو كان في فترة من فترات حياتي كنت ما أقدر أمشي، ما أشوف، ممكن ما أقدر أمسك الأشياء أطلح مني، بس أنا قادرة. حتى لو إني مثلا جاتني أتاك أو هجمات حرتاح يوم يومين ثلاثة وأرجع مرة ثانية لطبيعتي. أنا أحب العمل وأعشق العمل حقيقة، ولا أحب أتكلم بعد في نقطة عملك، ما شاء الله، يعني أهنيكي مرة ثانية ومرة ثالثة على عزمك وإرادتك. حضرتك يعني أستاذة فاطمة أخصائية تقويم في التعليم العام، وأيضا مصابة بمرض التصلب اللويحي، اللي هو يعني أوقات ممكن يفقد التركيز بشكل كبير للمصاب فيه، وأيضا يعاني أوقات من اكتئاب حاد. كيف قدرتي تسوي بالانس أو توازن بين والله هذا الشيء؟ شوفي، أنا من الناس اللي أحب أسوي خمس شغلات عشان أقدر أتعايش مع الأمور بسلام وبنجاح وبتميز. كمان رخصة التقويم أخذناها بعد جهد تقريبا 7 شهور اختبارات وتدريب وتعب، لكن الحمد لله قدرت أني أتجاوز التحدي هذا وأخذ الرخصة. خمسة أشياء أنا أسويها وقت نزول الطاقة أو انخفاض الطاقة: الاستغفار والتسبيح، هذا مرة مهم بالنسبة لي، الهدوء، لازم أجلس في مكان هادي، الاسترخاء، وأسوي مساج. يعني من النوع اللي أنا كثير أهتم بنفسي، أنا أسمي هذا المرض على فكرة مرض الدلع، كل ما دلعت نفسك
كل ما قدر هذا الوحش اللي داخلك انه يهدى، لانه تعرفي احنا عدونا هو جسمنا، جسمنا هو اللي قاعد يهاجمنا. فاحنا عشان نعيش معاه واحنا متصالحين لابد اني اوازن الامور، وفي نفس الوقت اهتم بالاكل، يعني اني ما انخرط في اللحوم والاجبان والاشياء هذه، احاول اني اسوي توازن في الموضوع هذا. والحمد لله انا قدرت اني انجح، وانا فخوره بنفسي اول شيء، وأفتخر بكل مريض تصلب يتحدى مرضه ويصير إنسان منتج. حنا بعد أكيد نفتخر طبعاً، زميلتنا دلال سالم المذيعة معنا أيضاً مصابة بنفس هذا المرض، أكيد طبعاً نفتخر فيها أيضاً. أي والله دلال يعني من الناس اللي على فكرة إحنا مسافرين بعد فترة للأردن بنشارك في مؤتمر هناك حق التصلب، لأنهم يبغون شخصيات ذات بصمة وتميز في هذا مع هذا المرض، يعني كلهم بصمة نجاح. وعندنا إحنا إن شاء الله ملتقى قريب اسمه ملتقى أثر، حنعرض فيه كل التجارب للناس الناجحين واللي لهم بصمة في المجتمع. بإذن الله إن شاء الله، يعني أهنيكم كثير. طيب أستاذة فاطمة، عندنا طبعا مجموعة أرفة للتصلب اللي هي حضرتك مؤسستها، كلمينا عن هذه المجموعة. يعني المجموعة باختصار هي طبعا إحنا ثلاث أرباعنا مرضى. في عام 2014 اجتمعنا كشباب وبنات، ولأنه عندنا أهداف، ومن أهمها إحنا نبغى نطالب بحقوقنا في كل مكان، في وزارة الصحة، في وزارة التعليم، في وزارة الخدمة المدنية، في الخدمة المدنية، في وزارة العمل. فاجتمعنا واتفقنا على ان احنا نسوي المجموعه هذه في 2014، وانطلقنا، والحمد لله لانه احنا صادقين المجتمع تبنانا، واحنا الحمد لله قريب الان بنصير جمعيه رسميه، اوراقنا خلاص في وزاره الداخليه تحت الدراسه، واعتمدت الحمد لله من وزاره الشؤون الاجتماعيه، وقريب ان شاء الله نعطيكم يعني كذا بشاره حلوه على ان شاء الله باذن الله. اكيد في انتظار هذه البشاره. طيب ايش الهدف الاساسي لهذه المجموعه؟ الهدف الاساسي للمجموعه هو توعيه المجتمع بهذا المرض، مطالبة بحقوق المرضى، ندعم المريض أولا وأخيرا، وخاصة المريض الجديد، لأن المريض الجديد أول ما يعرف أنه مريض تصلب تجيه يعني حالة إنكار شديدة، وما يبغى يعني يتوقع نفسه أنه خلاص بيصير معاق وأنه بيصير على الكرسي. إحنا نحاول نوقف جنب هالمرضى سواء كان بنات أو شباب، وندعمهم عن طريق برنامج بسمة أرفة، نروح لهم البيوت، نسوي برامج جدا حلوه. والحمد لله يعني طبعا احنا مركزنا الاساسي في الشرقيه، بس شغالين ما شاء الله في مجموعه في الرياض، شغالين شغل مره حلو، واشتغلنا شغل يعني لسه بسيط في جده، وبنشتغل ان شاء الله في المدينه وابها. واللي يميز مجموعتنا نحن مرضى حاسين باحتياجاتنا، فالحمد لله. جميعكم سيدات؟ ايه طبعا شباب وبنات يعني، وما شاء الله، وفي عندنا نسبة بسيطة من الناس اللي مش مصابين، يعني زي عندي أنا نائب المجموعة عندنا فلاح الهاجري، هذا إنسان مرة متميز. متطوعين معكم؟ متطوعين، أي متطوعين وداعمين بقوة لهذا المجموعة. أهنيكي طبعا أستاذة فاطمة الزهراني، أخصائية التقويم في التعليم العام بالرياض، والمصابة أيضا بالتصلب اللويحي، ورئيسة مجموعة أرفة للتصلب المتعدد. أهنيكي على إرادتك، وشحنتينا بكثير من الطاقة الإيجابية عندنا، وطاقة غير عادية بسبب كلمة إرادة. الله يسلمك حبيبتي، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. مشاهدينا، بعد ما جتنا الطاقة الإيجابية كثير مع إرادة ومع الأستاذة فاطمة الزهراني، فقرات سيدتي مستمرة، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، كيف تعرفين أن طفلك مصاب بلين العظام، وكيف تتعاملين مع هذه المشكلة الشائعة؟ إذا لم تمر بفشل فلن يكون لديك مشروع ناجح. بنخاف أحياناً نواجه نفسنا بأننا في مرحلة خطرة، ورحت بكل جرأة دورت على أكبر مشروع يمكن في العالم. أسرع طرق للفشل عدم معرفة صاحب العمل بالإجراءات الحكومية. الهدف أنه نسلط الضوء على المؤشرات اللي ممكن منها نستشعر أنه مشروعنا ما هو على الطريقة الصحيحة. فصار عندي لخبطة كبيرة، المانجمنت عندي كان صعب جدا. ما في يعني علاج محدد واضح نقول والله كل واحد يستخدمه، كل مشروع يختلف عن مشروع. كل ما كانت صاحبة المشروع واقعية في اختيار فكرة المشروع اللي تتوافق مع قدراتها وخبرتها وهوايتها، كانت أقرب للنجاح. في سجل كل تاجر كبير تجربة واحدة على الأقل لم تنجح.
تابعونا في سيدتي إن بيزنس، سيدتي إن بيزنس مع ولاء نحاس. مع ولاء نحاس.